ده اخر سؤال هناخده. دعاء عبد النبي بتقول ايه رايك في تغطيه الاعلام المصري لما حدث في تركيا، انقلاب الفاشل في تركيا؟ تغطيه مؤسفه وجزء برضه من الاسف والاسى والماساه اللي احنا بنعيشها في الاعلام المصري. يعني احنا عايشين ماساه، الناس اتعاملت مع هذه التغطيه على انه في طار بايت ما بينك وما بين تركيا، وانت ما عندكش طار مع شعوب عموما. يعني اللي بيحصل في تركيا اول ناس بتدفع ثمنه هو الشعب التركي، الناس اللي بتعتقل هي اللي بتدفع الثمن، الناس اللي بتتمنع من السفر، 1.5 مليون جواز سفر ممنوعين من الخروج. يعني اكبر حمله منع من السفر اتعملت وقامت في الدنيا يعني على الاقل في التاريخ الحديث يعني. فدي مصيبه سوداء في حد ذاتها. التنكيل بمؤسسه عسكريه من ضمن المؤسسات العسكريه الابرز والاكبر تاريخيا، بتتكلم على الجيش التركي ده واحد من جيوش معروفه في العالم لان اسمهم جاردنز اوف ذا ستيت او قضاه الامه او حراس الامه. فده موجود في الادبيات السياسيه عموما على الجيش التركي، موجود على الجيش المصري، موجود على جيش ما يطلق عليه زمان الاتحاد السوفيتي او روسيا الاتحاديه اللي هو جيش بيتر ذا جريت اللي اتكون في القرن ال 16 وهكذا. فانت بتتكلم على جيوش تاريخيه، جيش منهم اهين يعني لهذه الدرجه، يضرب بالحزمه ويجلد ويتاكل بالاقلام سواء اذا كان فرد ولا جنرال. يعني دي في حد ذاتها مصيبه. ما عنديش مشكله انك تغطي كل ده، لكن يبقى في حالة التشفي والثأرية وما إلى ذلك، ده شيء غريب جدا. أفهم أن أنت تعلق عليه سياسيا، أنا من جانبي كنت بعلق عليه سياسيا أنه في حال سقوط رجب طيب أردوغان المصطلحات اللي هيتم استخدامها في الصحافة العالمية هتبقى كذا أو كذا أو كذا. هل ده اختراعي؟ لا مش اختراعي، هو عمله كده. يعني خلينا نفتكر نوريجا، جابوه الأمريكان، وقعوا الأمريكان، أول ما وقعوه بقى فورا الطاغية المستبد قال أنتوا كنتوا جايبين الطاغية المستبد يا عم. فهو ده طبيعة الحال سواء إذا كان في السياسة أو في الصحافة.